السياحة الداخلية هي تحدي يجب أن نرفعه جميعا، وهناك فروع جديدة للسياحة، السياحة الحموية كذلك، فهناك عدة مناطق في الوطن يعني لديها يعني جاهزية كبيرة بالنسبة للسياحة الحموية، فمنطقة قالمة، منطقة سطيف، منطقة خنشلة، يعني كلها مناطق مؤهلة لهذه السياحة، ونحن يعني قريبون على الفترة يعني الشتوية، وهي الفترة التي تمارس فيها هذه السياحة، فيجب الترقية والعمل على أن يتوجه المستثمرون للولوج في هكذا مشاريع على مستوى الوطن.